السلام عليكم. بعد انضمام الممثل مراد يلدرم للموسم الثالث من مسلسل المنظمة، ناس كتيرة جدا بتسأل هل لازم تشوف الموسمين الأولانيين ولا لا؟ هنجاوب على السؤال ده في حلقتنا النهاردة إن شاء الله، مع يعني مراجعة وتحليل الإعلان اللي نزل، إعلان الموسم الثالث. طبعا أنا متعود معاكم إن أنا النظام الجديد هيبقى على القناة يعني زي آخر إعلانات كده، اللي إحنا هنمسك الإعلان 10 ثواني ب 10 ثواني كده، نتفرج عليه مع بعض ونحلله ونكسره. بس زي ما انتم شايفين، مش عارف واضح ولا لا، للاسف انا تعبان جدا فمش هقدر اعمل ده، او بمعنى صح هياخد وقت في المونتاج طويل جدا، مش هقدر اعمله. انا بحاول اصور الحلقه من امبارح، مش قادر بصراحه يعني. فاللي هو ايه، هقول ملخص الاعلان كده، نعمله على النظام القديم لحد ان شاء الله يعني ابقى كويس كده ونرجع تاني للنظام الجديد. اجابه على السؤال، طبعا يعني مراد يلدرم نجم كبير جدا جدا، يعني نجم من الصفوف الاولى في تركيا. صعب جدا يدخل عمل ويكون هيكمل، يعني صعب ان هو يدخل عمل ويخسر جمهوره، لان هو ليه جمهور كبير جدا. فصعب انه كان يدخل اي عمل على قصة يعني تانية، مش قصة جديدة، يعني قصة مبنية على احداث مواسم تانية وداخل من الموسم الثالث. انت جاي بتتكلم عن عشاقه كلهم، لو هو بالفعل دخل على حاجة زي كده محدش هيتفرج، لان انت عندك الحلقة 2:30، مين اللي هيتفرج على حلقة 2:30 49 حلقة يعني مرة واحدة كده في الوقت القصير ده من بعد حتى اعلانه؟ محدش هيقدر تماما. فبالفعل هو الموسم الثالث هيبقى قصة جديدة تماما. طيب يعني اللي ما اتفرجش، انا واحد من الناس لسه ما اتفرجتش على نص الموسم الثاني، بس شفت الحلقة الأخيرة كده. ايه اللي فهمته؟ ان زهراء اضطرت انها تقتل الفريق بتاعها، واضطرت انها تفجر المبنى اللي فيه. فعندك سردار وهولكي وبينار، الثلاثة اتدمروا، وكان خال حق ميت في الموسم، في احداث الموسم. فهنا خلاص الفريق تشتت بشكل كبير، وصرداء وزهراء اجبرت انها تقتل الفريق. فمن الواضح نيه زهراء على الانتقام من الناس اللي خلوه اجبروها على كده. طبعا هو الموسم الثالث هيبقى عباره عن اللي هم بيحاربوا. شفنا في الاعلان ان هيبقى فيه ناس، اخو عمر اللي هو اخو النجم مراد يلدرم، اخوه هيتم اغتياله ويقول له بقى ايه، عاتق الدوله عليك من تاني. فعمر بقى ياخد الموضوع ان هو بينتقم لاخوه، في نفس الوقت بينتقم من اعداء الدوله والارهابيين والجو ده، وهيدخل هو موجود ان هو بيحاول ينتقم. في نفس الوقت هتكون زهراء بتحاول تنتقم من اللي اجبرها انها تقتل الفريق بتاعها. وبنشوف في الاعلان انها يعني قاعده بتجهز في اوضه سريه في بيتها، وبتشوف فيها الحاجات، يعني بترتب الامور وبتحط نقط على الحروف عشان خاطر انها يعني توصل للناس دي. ونشوف في اخر الاعلان ان هو بيختال حد، كانت هي راحت تختاله برضه، وبتشوفه وبتطلق عمر. فهو من الواضح ان هما الاثنين ما بينهم علاقه. كانت انتشرت كلام كتير جدا انها ممكن تكون حبيبته السابقه، وحوار بقى انها هو عشان خاطر هو القابل الجاي، يعني يقول لك ايه ده هو ابو بنتها، والجو ده كله هنسيبنا منه لحد ما المسلسل يبدا ونشوف الاحداث، مش هنتكلم فيه طبعا نهائي. بس من الواضح ان هما على معرفه ببعض. فخلاص وهيكونوا بقى نظام جديد خالص، فريق جديد خالص موجود، وزي موجود ابن تايه اسمه عن بالي، اللي هو ابن الرئيس مع رئيس خالد موجود، مع بقى هيبقوا هم الفريق الجديد بقى مع مراد يلدرم طبعا، اللي هيبقى مكان هو سردار. من الموت انا كنت طلعت وقلت سردار ممكن ما يكونش مات، وممكن يكون دي دعايه مش اخطر، اللي هو هيظهر في نقطه ما. انا ما زلت عند رايي، لان من الفضار ما جابوش حتى جثث، ما جابوش حتى اي حاجه بتدل ان هم مات. فممكن يكون مفاجاه لحد ما الممثل يتعالج ويضاف مثلا كاضافه قويه في الاخر. طبعا مش هيبقى بنفس المساحه اللي خدها في الموسمين الاولانيين في وجود مراد يلدرم، بس ممكن على امل لسه، يعني الموضوع مش اكيد. ما اتفرجتش على الموسم الثاني فمش قادر ادي يعني كلمه صريحه، بس من المعطيات اللي قدامي بقول ان هو ممكن احتمال كبير جدا يكون هيرجع تاني، لان هو ممثل تعبان بصراحه، ان هو تعبان. فممكن لما يرجع في نص الموسم، في اخر الموسم ايا كان. بخصوص الجنازه اللي حصلت، فاظن الجنازه دي هي جنازه اخو، هي لا مش اظن، هي مش جنازه الفريق ولا حاجه. هو غالبا هيبقى في تايم جامب في الاحداث، لان من الواضح ان زهراء خدت وقتها في التحضير اللي ظهرنا في الاعلان. فمن الواضح ان هيبقى في تايم جامب، ومن الواضح ان هو مراد يلدرم يعني اخوه هيموت، فدي جنازه اخوه، لان كانت مامتهم موجوده في الجنازه، فدي جنازه اخوه مش جنازه احد اعضاء الفريق. بس ده كل حاجه انا استنبطتها من الاعلان، وبرضه اكيد ممكن يكون فاتني حاجات زي ما قلت لكم تعبان. دعواتكم بقى، وان شاء الله يعني الايام اللي جايه كده ينزل اعلان تاني. اما عن موعد عرض الحلقه فممكن الاسبوع اللي جاي او اللي بعده بالكتير، لكن القضاء
اللي موعدها النهارده ان شاء الله وبكره باذن الله، يعني دعولي كده عشان ايه نعمل حلقه تحليل الحلقه مع بعض تنزل بكره باذن الله. عايز الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، ولو انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك شعار الحلقه دي لما تنزل. ما تنساش برضه تتابعنا على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، واشوفكم في حلقه جديده.